طبعا تقدرون تدشون أي قسم حابينه وتختارون أي شيء حابين مثلا تشترونه. قاعد أراويكم بشكل عام، والحين راح أدش تقريبا كل الأقسام وأراويكم الأشياء اللي متوافرة. طبعا راح أحط لكم الحين كود الخصم على أساس إذا حابين تطلبون أي شغلة من فوق كلوزت تحطون كود الخصم يطلع عليكم السعر أرخص من السعر اللي موجود. حبايبي بالنسبة حق كود الخصم على أي شيء في التطبيق، أي شيء يعجبكم راح يكون فيه كود خصم. طبعا حطيت لكم اللي هو الأحرف اللي لازم تحطونها في كود الخصم. شوفوا الفساتين تينن، وايد روعة، حبيت. تقدرون تختارون أي شيء يعجبكم، تدلعون نفسكم في الكود اللي حطيته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.